السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد، فيديو يعني اللي الناس كلها بتطلبه، يعتبر الفيديو اللي كل ما نزل فيديو جديد يتسأل عن الفيديو دوت، ان الكوينز وعايزين كوينز والكوينز بتيجي ازاي والكلام دوت. وانا برده بقول لكم ان في فيديوهات على القناة، بس برده مستمرين بان احنا نفيدكم في فيديوهات اكتر والعاب اكتر وحاجات تبقى سهلة اكتر واكتر وتخلص بسرعة ان شاء الله. النهاردة رجعنا لكم بفيديو عن لعبة بالظبط 10 دقايق، يعني بالكتير نص ساعة على اللعبة هتكون خلصتها وخدت الكوينز بتاعتك، وهم 825 كوين. يلا بينا نفتح الفي بي ان بتاعنا. يلا افتح الفي بي ان معايا وخش على دولة الولايات المتحدة او امريكا واتصل، ويلا بينا نخش على ايرون سورس على طول. ورجعنا من تاني على عروض نادي الاعمال في 3. العرض ده اللي المفروض ما يتفوتش، المفروض العرض ده يتحمل لعبة واثنين وتلاتة واربعة من اختيارك انت، ان انت تكون اللعبة دي انت مثلا عارف او شفت اعلان عنها او كده ان هي سهلة او بتخلص بسرعة، لانك مش تعرف ان اللعبة سهلة او صعبة من العرض نفسه او ممكن من خلال الكوينز. فالعرض ده اتمنى ان انت تستغله باكبر اكبر حاجة ممكنة، ويلا بينا نخش نشوف اللعبة مع بعض ونشوف اللعبة عبارة عن ايه. هنخش الاول على الايرون سورس دوت، نخش مع بعض. دخلنا على الايرون سورس، طبعا انا مش مشغل في بي ان لان انا عامل اللعبه قبل كده، فانت هتكون مشغل الفي بي ان والعروض هتكون كبيره جدا جدا جدا. فانا هخش اوري لكم صوره اللعبه على طول، واللعبه اهي اللعبة اللي مكتوب الشرط بتاعها انلوك سيزون 8. اللعبة ديت هتلاقيها على طول، يعني اللعبة اصلا نازلة مع العرض، يعني موجودة فعليا في كل الدول العالم، بس العرض كوينز اكتر في الولايات المتحدة الامريكية. فاللعبة دي هتكون موجودة، متخافش، يعني مفيش حد هيطلع يقول لي اللعبة مش موجودة عندي او كده، اللعبة موجودة عند الجميع ان شاء الله. اللعبة بيقول لك اوصل للسيزون 8. اللعبة عبارة عن ايه طيب او كده؟ ان شاء الله هنخش نشوفها مع بعض دلوقتي، بس اهم حاجة ملحوظة عشان الناس اللي بتغلط وترجع تقول لي الكوين ما اتضفلت ليش او كده. بص يا سيدي، انا عايزك بس انك تمشي على الخطوات بالظبط، ان انت دلوقتي فتحت الفي بي ان ايا كان الفي بي ان بتاعك. انا شخصيا بتعامل على في بي ان باندا في بي ان. انت فتحت الفي بي ان، بعدين هتخش على اللعبه هنا في الايرون سورس. انا دخلت على اللعبه، هتلاقي في مربع ازرق في النص التكين عليه هيحولك على المتجر بلاي لتثبيت اللعبه. هتثبت اللعبه وانت مشغل الفي بي ان، لازما وانت مشغل الفي بي ان اللعبه تكون بتتثبت. اول لعبه ما تتثبت افصل الفي بي ان عادي، مفيش اي مشكله، ما تشغلش اللعبه والفي بي ان شغال، افصل افصل الفي بي ان على طول. اول اللعبه ما يقول لك تم التثبيت افصل الفي بي ان على طول. وبعدين اول ما تبدا اللعبه، اهم نقطه برضو، او هي مش مهمه قوي بس في العاب كتير قوي بتطلبها، ان انت تعمل تسجيل دخول داخل اللعبه، اذا كان بايميل الفيس او الجيميل التابع للمتجر بلاي بتاعك. فدي نقطه برضو مهمه، بس هي مش مهمه قوي لان في العاب ما بتطلبهاش، بس في العاب كتير قوي بتطلبها، فتعتبر نقطه مهمه. هي اهم نقطه ان انت ما تلعبش اللعبه والفي بي ان شغال. يلا بينا نروح مع بعض عشان ما نطولش في وقت الفيديو، نشوف اللعبه مع بعض. ورجعنا لكم من تاني مع اللعبه، ودي الواجهه بتاعتها زي ما انتم شايفين. اول ما بتفتح، انا قافل الصوت بتاعها عشان لو فيش، بص حتى الرساله جت فوق انا مسجل فيها بالجيميل، لانه ما نفعش ان انا اسجل بالفيس. فاللعبه زي ما انتم شايفين، اللعبه عباره عن مصانع، وانت عباره عن ان انت بتجمع المهمات اللي فوق دي، اللي هي ايوه اللي هي ديت. انا دلوقتي في السيزون الخامس بالظبط، والله ما كملت 10 دقايق، انا في السيزون الخامس دلوقتي ومش بلعبها على طول. 10 دقايق بالظبط وصلت للسيزون الخامس، انت المفروض توصل للسيزون الثامن. فطب انا دلوقتي ازاي هوصل للسيزون الثامن، او انا المفروض اعمل ايه؟ بص يا سيدي، هو انت عباره عن مثلا الاول بيت دوت اللي هو قدامه الصندوق الذهب ده، هشاور لكم عليه في الفيديو اهوت. البيت ده مثلا انت بترقيه، بتطوره من العلامه الصفراء دي، بيت زي دوت، زي التاني، زي التالت، الرابع، الخامس. انت اول ما تبدا اول سيزون هتلاقي هما البيتين الاولانيين دولت
بس انت بترقي البيت، وهو بالبيت الدايره الخضراء دي كل ما بتلف كل ما تاخد فلوس بتزيد فوق في الشمال، فكل ما بتاخد فلوس انت بتعمل مهمات. هو دلوقتي طالب مني 3 مهمات اهوت. اول مهمه بيقول لي كولكت كاش، اللي هو جمع 6.5 مليار فلوس. التانيه بيقول لي جمع 150 زي ما بيقولوا كازوزه من ديت. والتالتة بيقول لي طور مبنى للضعف او طور شخصيه فيهم. فانت اول ما بتخش بيديك هو برنامج تعليمي هيفهمك كل حاجه عن اللعبه في تفكير اعمق شويه، بس هي دي يعتبر فكره اللعبه والله، ان انت يا دوبك بتطور عشان تزود الفلوس اللي المصنع بينتجها. يعني لما نيجي نطور مثلا المصنع ده الموجب 9، هتلاقي الفلوس زادت حوالي 1 بليون أو 2 بليون. فانت بتزود الحاجات اللي هو طالبها، بتزود الفلوس عشان خاطر تخلص المهام اللي هو طالبها فوق. كل سيزون طبعا المهام بتصعب عن السيزون اللي قبليه، بس اللعبة سهلة جدا. حتى لو هو طلب مطلوب صعب، فانت هتلاقي ان هو بيخلص في دقيقة ولا دقيقتين، فالطلب مش هيبقى صعب قوي. يعني هو صعب بالنسبة للعبة، بس بالنسبة لك سهل جدا جدا جدا. وفي ميزة كمان، ان انت لما بتقفل اللعبة وما تلعبهاش، اللعبة تلقائيا من نفسها بتجمع فلوس، بتتجمع في فلوس. واول ما بتخش بيقول لك استقبل الفلوس، او ممكن تستقبلها الضعف بانك بتتفرج على فيديو 15 ثانية او 30 ثانية. وزي ما قلنا وزي برضو الصندوق الذهب دوت بيديك مثلا اديني 30 كازوزة، هو فوق طالب 150، فانا محتاجهم ان انا اخلص المهمه ديت. فانت لازم تستغل كل حاجه في اللعبه، ودوت بتطور بيه المباني اللي هي اللي بره، وهنا بتطور الشخصيات، وهنا الشوب ده المتجر اللي بتشتري منه حاجات. برضو اللعبه هتدخلك عليه مرتين ثلاثه في الاول، وبعدين نطلع. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. هي دي اللعبه ببساطه، اللعبه مش محتاجه مجهود والله. انت حتى ممكن تسيبها شغاله وهي تجمع لك فلوس، تخلص لك سيزونين ثلاثه الفلوس اللي هي هتجمعها. فاللعبه مش صعبه خالص، ولا يعني مش صعبه ولا حتى متوسطه، اللعبه سهله جدا جدا جدا. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى يكون عجبكم يا رب. وما تنساش تدعمنا باللايك العنيف. كده هنكون افدتكم ب 825 كوين، وان شاء الله العرض الجاي مع عرض تقيل جدا هيبقى على 4-5000 كوين. لعبه برده هتبقى سهله مش هتبقى صعبه. ان شاء الله تابعونا في فيديوهات، كل فيديو ينزل تابعوه هتستفادوا، اذا كان بتكتيكات او بالدوري بتاع القناه ان شاء الله الجديد اللي هو يوم السبت الجاي، انتظرونا ان شاء الله فيه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تشترك في القناه لو انت لسه اول مره تتفرج علينا، دعمنا بزر الجرس. مع السلامه.